ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد عم يتلاقوا الأصحاب والهدية خلف الباب وفي شجرة بالدار ويدور أولاد صغار مثل ما شايف الأولاد كلها حوالي عيد الميلاد بس للصغار وللكبار مش بس للصغار بعيد الميلاد بوطننا كنا نحتفل بعيد الميلاد نحن والعائلة كاملة ولكن لما نجينا لهون نحكي أكثر شيء أنه وقت اللي حملنا كيس من اللعب والهدايا الحلوة و عدنا نبرم على البيوت بيت بيت نقدم هدايا للأطفال هي مناسبة كتير عزيزة على قلبنا نحن حاملين هالتقليد من وطننا لبنان لأنه وطننا لبنان هو نموذج للعيش المشترك بين الطوائف وبين الأديان وبين العرقيات حتى لذلك ننطر هالمناسبة بالناطرة يعني كتير هي بنعطيها كتير من اهتمامنا لأنه هي مناسبة حقيقة ذات طابع إنساني أكتر ما هي طابع احتفالي وبتذكر وقت اللي كانوا أولادنا صغار كنا نروح نشتري هدايا ونودي لهم بابا نويل يجيب لهم إياها على البيت نقول لهم هاي جابتهم كتير يكونوا مبسوطين ويكونوا عم يسألونا من وقت لتاني أنت عيد الميلاد لحتى نجيب لهم هدايا يعني هن الولاد الأطفال أكتر شيء بينبسطوا فيها عيد الميلاد عيد جمع لكل الثقافات والديانات عيد متلان بالفرحة والسعادة التجمعات العائلية والزينة المميزة بالإضافة لهدايا سانتا عم نشوف سوا الزينة المميزة وأجواء الميلاد الحلوة بالمدينة الاغترابية مدينة الوطن مدينة ديربور الأمريكية ليلة عيد ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد أنا بنت